التمر لو باع الأمل لابد تطلع شمس تنور في ليالي سود، والصبر مفتاح الفرج قال المثل، ومن صبر هو بيحقق قصته المقصود. يا صاحبي لا تزيل لا جبل، وابذل مجهودك لمن يبذل معك مجهود، واحذر من السفهان يمنوك الفشل، من يدفع السفهان يصبح منهم مربود، وتجنب الشومات يا ذيب العول، من دق باب الناس دقوا بابه المسدود. كلمات الشاعر الكبير الأستاذ حسين ضيف الله العبال أبو نمر بعنوان يا صاحبي لا تزيل لا جبل. أداء غايز أبو شمس، وشارك بعض العود أبو خليل عبد فرحان. قال الفتى أبو نمر لو ضاع العمل لابد تطلع شمس تنور في ليالي سود، لابد تطلع شمس تنور في ليالي سود، لابد تطلع شمس تنور في ليالي سود. والصبر مفتاح الفرج قال المثل، ومن صبر هو بيحقق قصده المقصود، ومن صبر هو بيحقق الصبر مفتاح الفرج قال المثل، ومن صبر هو بيحقق قصده المقصود، ومن صبر هو بيحقق قصده المقصود. يا صاحبي لا تزيل لنا جبل، وبذل مجهودك لمن يبذل معك مجهود، صاحبي لا تزيل لنا جبل، وبذل بمجهودك لمن يبذل معك مجهود، واحذر من السفهان يملوك الفشل، من يتبع السفهان يصبح منهم مربود، من يتبع السفهان يصبح منهم مربود. السفهان يملوك الفشل، من يتبع السفهان يصبح منهم مربود، من يتبع السفهان يصبح منهم مربود. وتجنب الشومات يا ذيب العول، من دق باب الناس دق بابه المسدود، من دق باب الناس دق بابه المسدود. وتجنب الشومات يا ذيب العول، من دق باب الناس دق بابه المسدود، من دق باب الناس دق بابه المسدود. قال الفتى أبو نمر لو ضاع الأمل لابد تطلع شمس تنور في ليالي سود، لابد تطلع شمس تنور في ليالي سود، لابد تطلع شمس تنور في ليالي سود.